أهلا بكم من جديد. فريق دنيا الصحافة وكما عودكم دائما يتابع أهم القضايا التي تهم جميع المواطنين ومتابعة لنا لواقع الخدمات المقدمة، حيث تنتقل بنا كاميرا دنيا الصحافة اليوم مع الزميل أيمن الزامل إلى منطقة الأغوار الشمالية وتحديدا من منطقة أبو هابيل، حيث أرجأ مواطنون في منطقة أبو هابيل بالأغوار الشمالية اعتصاما كانوا يعتزمون تنفيذه السبت إلى الأمس لمعالجة هبوطات في أجزاء من الطريق العام بمنطقة الجسر، والتي تسببت يوم الجمعة بوفاة سيدتين وإصابة 7 آخرين. بداية ننتقل للزميل أيمن الزامل المتواجد الآن في الأغوار الشمالية، ودعوني أصبح على مدير مكتب أشغال إربد المهندس عبد الكريم الغرايبي. مهندس عبد الكريم صباح الخير. صباح الخير. الله يسعد صباحك مهندس عبد الكريم. ابقى معنا على الهاتف، ننتقل للزميل أيمن الزامل في بث حي ومباشر إلى الأغوار الشمالية. أيمن صباح الخير. صباح النور علي، وصباح الخير أيضا لكل متابعي برنامج دنيا الصحافة، وصباح الخير أيضا للمهندس عبد الكريم الغرايبة مدير أشغال إربد. تحديدا علي، سنبدأ من حيث انتهيت في موضوع ذكرت حول إرجاء موضوع اعتصام أهالي المنطقة الذي كان من المقرر أن يكون بالأمس، ولكن هو تم إرجاؤه نتيجة تكرار الحوادث التي تمت على هذا الشارع. هذا الشارع الذي يعتبر شريان حيوي رابط بين الأغوار الشمالية والوسطى والجنوبية، وأيضا باتجاه البحر الميت واتجاه المحافظات الجنوبية. خلينا نلتقي عدد من المواطنين ونسمع منهم شو الملاحظات والشكاوى على هذا الشارع. صباح الخير، نتعرف عليك في البداية. صباح النور عبد المعطي بداح وسكان وادي الريان. أخ عبد الفتاح، يعني تحكي لي شو تحكي لي شو الملاحظات وال يعني الشكاوى اللي لكم على هذا الشارع؟ يعني الشارع هذا ضيق ويتكرر عليه يوميا حوادث أدت إلى وفاة. بالأمس كان حادث أدى إلى وفاتين، وقبل أيام حادث أدى إلى 3 وفيات. نطلب من كافة الأخوة معالي وزير الأشغال بتوسعة الشارع إلى صيدين، وكذلك الإنارة ووجود مطبات عديدة. نعم. والشارع قلت لي انه خلال يومين يعني كان في هناك عدد من الوفيات في هذا الشارع. نعم. شو نتيجه يعني هذه الوفيات؟ تحكي يعني كان هناك في تجاوز مثلا على طرف الشارع، في عدم مرور من اماكن مخصصه للمواطنين من هذا الشارع؟ يعني نتيجه يوجد حفر في الشارع الرئيسي، مطبات يعني كبيره وحفر رئيسيه يبتعد السائق عن مصربه الى المصرب الثاني، مما ادى الى عده حوادث. نعم. ادت الى وفيات. نعم. يعني خلال أسبوع يعني هناك حادثين. نعم. الحادث الأول أدى إلى 3 وفيات والحادث الثاني إلى وفتان، يعني 5 وفيات يعني على هذا الشارع خلال أيام. يعني خلينا نحكي أيضا عن موضوع الشارع، هذه المنطقة تحديدا في وادي الريان وبداية من أبو هابيل إلى المشارع شمالا، هذه المنطقة هذا الشارع الرئيسي مرة أخرى نؤكد بحاجة إلى حل. الآن نعود لكم بالاستوديو لنسمع تعليق من المهندس عبد الكريم الغرايبي على هذا الموضوع. نعم مهندس عبد الكريم، منصبح عليك بالخير من جديد. مهندس عبد الكريم، يعني وادي الريان منطقة أبو هابيل هو فعلا شارع حيوي، وهو فعلا شريان حيوي زي ما شبهه الزميل أيمن الزامل، بربط بين منطقة الأغوار الشمالية والجنوبية والبحر الميت. هذا الشارع ينتقص للعديد من الخدمات، ما تعليقك على الموضوع؟ يا سيدي، الطريق يعني المقصود فيه طريق الشون الشمالية الشون الجنوبية، هذا الطريق يعتبر من أولويات وزارة الأشغال العامة وليس مديرية أشغال إربد. نعم. ولكن نعتبر الجزء الذي يختص أو ضمن اختصاص مديرية أشغال إربد سنويا يتم تخصيص قسم من موازنة الأشغال. نعم. لعمل الصيانة لهذا الطريق، وفي العام الماضي تم عمل خلطة أسفلتية لأجزاء من هذا الطريق. ما هي نوع الصيانة التي تم يعني تقديمها للطريق؟ اللي هي تتمثل بعمل خلطات أسفلتية لبعض المناطق بالإضافة. نعم. لأعمال الصيانة الروتينية فيها. نعم. وعمل بعض الإشارات وال يعني العلامات المرورية أو الإشارات التحذيرية تم تحويدها. هل تم عمل مطبات في الشارع؟ عمل مطبات، نقول مطبات نموذجية. نعم. في مطبين تم عملهم على منطقة وقاص كمان العام الماضي. نعم. سنويا، لكن أنا أريد أن أقول بأن هذا الطريق من أولويات وزارة الأشغال العامة، وعملت دراسة يعني كاملة لهذا الطريق من الشون الشمالية للشون. نعم. الجنوبية، والدراسة جاهزة للتنفيذ، ويعني وتنتظر وزارة الأشغال العامة. يعني عندي ليس لدي علم في هذا الموضوع، لكن يعني تبحث عن مصادر تمويل لهذا الطريق.
يعني نعتبر أن هذا الطريق له أولوية في وزارة الأشغال العامة وليس المديرية. يعني مصادر التمويل مهندس من وين بدها تكون غير يعني وزارة؟ يعني والله أنا هاي موازنة يعني ما بعرف بالضبط يعني أقول لك يعني منين، بس أنا كدراسة بحكي عن موضوع الدراسة يعني أنه جاهزة يعني اهتمام هذا الطريق من وزارة الأشغال، ما في اهتمام يعني مش إن ما في اهتمام، هذا المقصود فيه. ويعني وهذا السبب انه قد يكلف مبالغ كبيره جدا. نعم. حاليا احنا لحتى الحين اعداد يعني تنفيذ هذا الشارع يعني او هذا الطريق بطريق رئيسي دولي، يعني خلينا نقول على هذا المنسوب قد يكون في بعض المناطق بسته مسارب، جسور، انفاق، ممرات مشاه، جسور مشاه، ممرات سفليه، كل هذا موجود على هذا الدراسه محدوده على الطريق لتامين السلام المروري لكافه يعني كافه المواطنين على هذا الطريق، سواء كانت هذه من مشاريع او مدارس او مستشفيات او خدماتيه، كلها تم تامينها بمرات مشاه او يعني خلينا نقول بمعنى اخر عناصر السلام المروري لهذا الطريق. طيب مهندس عبد الكريم، عفوا على مقاطعتك، كم طول هذا الطريق؟ يعني طول الطريق حوالي 60 كيلومتر. 60 كيلومتر يعني احنا فعلا من الشؤون الجنوبيه، من الشؤون الشماليه للشؤون الجنوبيه 65 كيلومتر. نعم يعني احنا لما اختصاص اشغال اربد حوالي 30 كيلومتر. طب طيب مهندس عبد الكريم، بما يخص اهالي المنطقه يعني خصصوا بالذكر فعلا المنطقه اللي هم فيها انه بصير فيها حوادث عديده، يعني صار في حادث يوم الجمعه تسبب بوفاه سيدتين، واكد انه ايضا بالامس كان هناك حادث ونتج عنه سبب ونتج عنه وفاه ايضا، فيعني احنا بدنا نعرف بالضبط من الزميل ايمن الزامل المنطقه المتواجدين فيها، يعني لو كان في مثلا صيانه مبدئيه للطريق، يعني احنا ما بدنا نتحدث عن صيانة روتينية لأنه فعلا الشارع ضيق وبحاجة إلى صيانة البنية التحتية له أساسا. خليك معنا مهندس عبد الكريم، خلينا نرجع للزميل أيمن الزامل. أيمن، يا ريت لو تأكد لنا بالضبط أين أنتم في هذا الشارع بالتحديد، والمهندس عبد الكريم الغرابي يؤكد أيضا بأن وزارة الأشغال تعير هذا الشارع الاهتمام. نعم علي، يعني بنشكر المهندس عبد الكريم، ولكن تحديدا احنا في منطقة وادي الريان بنلاحظ يعني بالصورة قبل قليل كانت الصورة واضحة انه هذا الشارع لا يتجاوز عرضه اكثر من 3 متر بتلاحظوا، وهي في منطقة سكنية مكتظة. خليني التقي عدد الاخوة المواطنين، في عندهم ايضا بعض الملاحظات حول الشارع، وخاصة انهم بيطالبوا بحل يعني سريع وجذري لهذا الموضوع. صباح الخير، تعرف صباح النور، انا جمال الساري من وادي اليابس. اخ جمال، يعني تحكينا شو الملاحظات بالإضافة اللي ذكره الأخ المواطن قبل قليل؟ أصل المشكلة أنه وزارة المياه والري أحالت عطاء لمد خط ناقل من منطقة كريمة للمشارع. نعم. وعندما أنهى المتعهد المشروع استلمت وزارة الأشغال المشروع. نعم. لكن هناك كان فساد بالأصل. نعم. احنا بنغير توجيه التهم لأي واحد، لكن احنا بنحكي عن مشكلة واضحة هون عندنا حاليا على أرض الواقع، هي وجود عدد من الوفيات خلال أقل من أسبوع، 5 وفيات. نعم. على هذا الشارع، شو ممكن أنتم كمواطنين تطلبوا حاليا؟ نحكي السبب، احنا هذا السبب. نعم. مسؤول عنه وزارة الأشغال لأن هي استلمت المشروع. مدير الأشغال في إربد حكى أنه وزارة الأشغال معنية في الموضوع بكل تأكيد، وعملت دراسة حاليا كاملة على الشارع من الأغوار الشمالية للأغوار الجنوبية، سيتم يعني تنفيذ المشروع، ولكن لم يحدد الوقت والزمان تحديدا. أنتوا كنحكي حل آني وجذري، مش راح يكون جذري لكنه حل آني حاليا، أنتوا كمواطنين ونتيجة يعني معاناتكم اليومية من هذا الشارع شو بتطلب؟ الحل هو إرجاع الشارع كما كان. كيف كان الشارع؟ كان الشارع موجود في رصيف يتسع لسيارتين. نعم. ورصيف للمرة، اليوم ما فيش رصيف وما في شارع، وكما ترى من امتى هذا راح الرصيف؟ من بعد المشروع مباشرة. امتى تنفذ المشروع؟ قبل سنتين. يعني خلينا نرجع عند المهندس بس نأكد على نقطة يعني هاي جديدة ذكرها الأخ المواطن، هو كان فيه هناك على الشارع هذا رصيف وكان في حدود للشارع، ولكن بعد تنفيذ مشروع شبكة مياه، يعني هو من المعروف أنه لازم كل مقاول أو متعهد بنفذ مشروع لازم يعيد الوضع إلى ما كان عليه، والوضع لغاية الآن لم يعاد إلى ما كان عليه قبل ذلك.
أيمن يا مهندس عبد الكريم، يعني كما سمعت من الزميل أيمن الزامل والمواطنين المتواجدين في المنطقة، فعلا الشارع بحاجة إلى صيانة جذرية زي خلينا نحكي، لأنه البنى التحتية مش مزبوطة بالتأكيد، ونحن زي ما تعودنا أنه المقاول بيجي بيعمل شغله وبيخرب الشغل اللي قبله، والمقاول اللي بعديه بيصير معاه نفس الإشي كمان. فيعني ضمن خطتكم مهندس عبد الكريم للسنة القادمة، يعني ماذا ستقدمون لهذا الشارع؟ حكى عنه خط الناقل المياه تم تنفيذه قبل 4 سنين تقريبا. نعم. من خلال المقاول تابع لسلطة وادي الأردن، وهذا الخط الناقل تم تنفيذه بجانب الطريق وجزء منه ضمن كتف الطريق وجزء منه داخل حرم داخل منطقة الكرجوي أو طريق الأسفلت. نعم. وعدم قيام المقاول بإعادة الوضع اللي كان عليه سابقا أدى لهبوط في الشارع عدة مرات. نعم. حاليا تم الكشف عليه من قبل لجنة فنية من وزارة الأشغال العامة. نعم. وأوصت هذه اللجنة إن شاء الله خلال هذه السنة يتم خلال إعداد الموازنة هذه السنة فيها بمعالجة هذا الهبوط الناتج في الشارع خلال الجزء الذي واقع ضمن جسم الطريق إن شاء الله. يعني بالعادة إقرار الموازنة، ويعني كم بأخذ وقت مهندس عبد الكريم؟ يا سيدي والله يعني الموازنة احنا علمت يوم من صدرت الإرادة الملكية يعني السامية. نعم. بقانون الموازنة. نعم. إن شاء الله قريبا إن شاء الله، يعني خلال أشهر تكون يعني ضمن الخطة إن شاء الله. يعني احنا مهندس عبد الكريم بدنا يعني همتكم لنساعد الإخوان المواطنين هناك في المنطقة فعلا، لأنهم هم بيشتكوا، يعني لما يشتكي المواطن من كثرة الحوادث، يعني هو يعني بالتأكيد خايف على نفسه وخايف على أهل بيته وخايف على جميع، وفعلا هي كمان هي منطقة سياحية ومعبر من عمان للعقبة يعني زي ما بنعرف. فياريت مهندس عبد الكريم إنكم تهتموا بهاي المنطقة ونهتم بهذا الشارع، لو يعني حتى لو كانت فعلا تكلفته عالية. مهندس عبد الكريم الغرايب مدير مكتب أشغال إربد، شكرا جزيلا على هذا التعاون. أيمن المهندس عبد الكريم الغرايب يؤكد بأن الوزارة في صدد دراسة أو إنشاء خطة لإعادة تكوين الشارع وإعادة صيانة الشارع، فعلا الشارع بحاجة إلى صيانة جذرية. أيمن المهندس عبد الكريم الغرايب أكد بأنه هناك خطة ضمن العام القادم، لكن بانتظار الموازنة. أيمن ياريت توصل لنا هذا الحكي للمواطنين عندك. 3000 شارع دولي هذا. نعم علي، ولكن يعني أنا في بخصوص ما موضوع الاعتصام اللي كانوا المواطنين راح ينفذوه. نعم. خليني أسألكم بس، أنتم امبارح شو اللي صار معاكم لما قررتوا تأجيل الاعتصام تحديدا؟ احنا بزيارة عطوفة المتصرف في الأغوار الشمالية بدر. نعم. الرياضي وعد أنه خلال أسبوع راح تمشي الأمور كما كانت والشارع يرجع كما كان. يعني وعدوكم خلال أسبوع نحل موضوع مدير الأشغال. هو مدير الأشغال. هو مدير الأشغال مين؟ إربد؟ مدير الأشغال شؤون الشمالية. شؤون الشمالية وعد انه يرجع الشارع كما كان، ترجع الامور. نعم. ولبينا طلب متصرف اغوار الشماليه وقلنا له احنا على وعدك بعد نهايه اسبوع اذا ما تم ارجاع الشارع كما كان راح نصعد اعتصامنا، لانه هذه ارواح. يعني انتم مصممين على انه خلال اسبوع اذا ما تم وضع حد للموضوع، حتى لو كان انتظار مثلا اجراءات حكوميه روتينيه فيما يخص موضوع الموازنه، مش بحاجه لاجراءات. 20000 دينار كافيه ترجع الشارع كما كان، مش بحاجه لميزانيه ولا موازنه. نعم. مش حاجة. لكن هو فيهم مشروع كامل راح يكون من الأغوار الجنوبية للأغوار الشمالية. شو بتحب تضيف أنت كأخي هون؟ خلينا نتعرف عليك. الولد مثقال الزناتي. مثقال الزناتي. نعم. رئيس جمعية مزارعي وادي الريان. نعم. التعاوني. أهلا وسهلا. إحنا بصراحة ملينا وزهقنا كل الحلول الترقيعية، إحنا بدنا حلول جذرية صراحة. حسب كلام مدير أشغال إربد الطريق راح يكون في دراسة. أصبح. نعم. أصبح اسمه طريق الموت، ما في يوم إلا بموت لنا أخ أو ابن أو صديق أو جار في هذا الشارع. نعم. العام الماضي جلالة الملك إجا لهذه البلدة وطرح عليه موضوع الشارع وطلب من دولة رئيس الوزراء معروف البخيت. نعم. انه يا دكتور شو المشكله؟ قال له يا سيدي هذا وضعت على الموازنه، يعني لم كلام توضع على الموازنه. لم توضع على الموازنه. لم حسب توضع حسب كلام مدير اشغال إربد وضعت على الموازنه ومن اولويات وزاره الشارع. احنا بنطالب بتاهيل الشارع. نعم.
من المنشية شمالا حتى كريمي جنوبا، لأنه بصراحة دم أبنائنا أهم من الملايين اللي ممكن يصرفوها. نعم. على تأهيل أكيد هذا أكيد بكل تأكيد، وإحنا بنضم صوتنا قبل. نعم بنضم صوتنا حادة لصوتكم وفر مليئة. ذبحنا حقيقة هذا الشارع، عم بلحق بينا الأذى والضرر والخراب الكبير، وما فيش أهم من رواح أولادنا ولا دم أولادنا أهم من كل المصاري. نتمنى لكم السلامة للجميع، وإن شاء الله يعني راح يكون يعني وزارة الأشغال وأيضا مديرية أشغال إربد صراحة ثقتنا إن شاء الله لا الأجهزة هاي كلها في كل الأجهزة على رأسنا، وهي راح تخدم المواطن. يعني كنا ونقلنا آراء المواطنين في منطقة يعني الأغوار الشمالية تحديدا من أبو هابيل وإلى غاية المشارع هذه المنطقة، نتيجة يعني الغضب الذي يعتري الأهالي نتيجة تكرار الحوادث وعدم الاهتمام بالشارع الرئيسي، وهذا شارع حيوي رابط مثل ما ذكرنا في محافظات الشمال ومحافظات الجنوب. بندعو جميع المسؤولين وخاصة في وزارة الأشغال العامة والمعنيين في الأمر إلى تنفيذ يعني وعودهم وإقرار الموازنات فيما يخص هذا الشارع إن شاء الله. إيمان وإحنا بنضم صوتنا لصوتك وصوتنا مع المواطنين بالتأكيد في منطقة الأغوار الشمالية. شكرا لك أيمن، وشكرا لفريق البث إياد صوفان وفيصل الشيخ، وإن شاء الله إحنا يعني ثقتنا في وزارة الأشغال إن شاء الله ثقتنا بتكون كبيرة إنهم إن شاء الله فعلا يلاقوا حل جذري لأهالي منطقة الأغوار الشمالية تحديدا منطقة أبو هابيل، شارع الريان فعلا شارع بحاجة إلى حل جذري.